أيامك فوق هذا الكرسي أصبحت معدودة لأنك استنفذت كل ما يمكن اتخاذه من إجراءات. العم معقول أصبح لا أطلع بشرف قبل ما صر لها شي ضحكة. يا هشام لا أطلق بعيدة، فوت زوم إن على وشي، بدي وشوش الجمهور. هذا يا أسيادي إجانا بزمانه خبير أجنبي فرماسون حتى يساعد بنهضة بلادنا. قال لي قبل ما يسافر وتنتهي خدمته، قال لي أنا بعد ما زرت بلادكم آمنت بالله عز وجل، لأنه لو ما في قوة خفية عم تسير هالبلد كانت خربت من زمان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفوشي على الاستراحة ولا انت مسحبين فلسحبين؟ حاضر معلم. يلا حبيبي يلا. يا اخوان المعلم بيبلغكم تحياته وبيقلكم بتحبوا توقفوا على شيء استراحة ولا نسحبها فلسحبين؟ لا والله خلينا نوقف لنا شوي من استراحة، تكسرت عظامنا من القعدة. هلا شو بدنا بالاستراحة؟ خليه يضل ساحب رح نصل. ليك رأيك؟ بلاها عمي تهون، خذها فلسحبي الله معك. لا حبيبي شو بلاها؟ بدنا استراحة. يا ابن الحلال ما محرج الناس كلها، قربنا نوصل. شو صاير معلم؟ ناس بدهم استراحة وناس ما بدهم استراحة، شو الحل برأيك؟ الحل ناخذ بالحل الديمقراطي، اعمل لي تصويت وشوف لي الأكثرية. حاضر معلم. يا شباب اللي بده استراحة يرفع ايده. طيب واللي ما بده استراحة كمان يرفع ايده. والله يا معلم الأكثرية بدهم استراحة. ماشي الحال، هلا منوقف على اول استراحة بتصادفنا بالطريق. خلاص تكرم عيونكم ولو على راسي. ولك بالعمى بعيونك شو دب؟ شلون واحد نص الطريق ولا ليش واقف قدام الباص؟ انا كتير كتير اسف بس صدقني مو بايدي غصب عني. لك شلون مو بايدك؟ ها في زلمة على الان فوق ووضعه كتير خطير، بجوز يسحط باي لحظة ويموت على غفلة. ما فهمت عليك، وين يعني فوق؟ هنيك فوق هديك الصخرة. الزلمة لا قدران ينزل لتحت ولا يتحرك. ساعدوني يا ناس، ياهو يرحم امواتكم، نزلوني بوس ايدكم راح اوع. الله يلعنه ما بيساعدني. يا ناس هون يا عم. ايه والله مظبوط، شو طالعوا لهنيك؟ ها لحظة لو وقف الباص.